المادة ال 18 من الدستور بتنص على أن الصحة حق لجميع المواطنين، وحال الصحة وحال المنظومة الصحية طبعا إحنا كلنا عارفين. لكن إحنا بقالنا سنين بنسمع الحقيقة عن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وطبعا ما حصلش. هل الحكومات المتعاقبة مش عايزة ولا مش قادرة؟ مسألة القدرة دي لها علاقة بالتمويل، وإن يكون عندي اللي أقدر أصرف بيه وأغطي كل المواطنين من أدوية ورعاية صحية. طيب مؤخرا سمعنا إنه خلاص في مشروع قانون وهيخرج للنور وفي حوار مجتمعي، والمفترض إن البرلمان يعني مستنيه، لأن لجنة الصحة كانت من أيام اتكلمت على إنها في انتظار هذا المشروع لإقراره، وإن في حتمية إن إحنا نشتغل عليه. لكن هل هنقدر فعلا؟ محتاجين إيه علشان القانون ده يتنفذ؟ محتاجين إيه علشان المستشفيات تكون مؤهلة لتطبيق المشروع؟ الأدوية تكون متوفرة، الرعاية الطبية المقدمة تكون على أفضل ما يكون، الاشتراكات هتكون قد إيه؟ هل الدولة تتحمل كل حاجة ولا في نسبة هيتحملها المواطن؟ نحاول نفهم الصورة إن شاء الله مع دكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا محمد. دكتور علي، أتذكر أنه من فترة مش طويلة قوي حضرتك كنت مشرفني هنا في البرنامج وكنا برضو فتحنا الملف ده. إيه اللي حصل من الوقت ده لغاية النهاردة؟ مشروع القانون انتهينا منه، هو فين بالظبط؟ تمام. أولا بشكر حضرتك على الفرصة دي أن احنا نوضح بعد المدة اللي كنا فيها مع حضرتك أنه المشروع يكاد يكون انتهى، لكن هو نزل للحوار المجتمعي زي ما حضرتك تفضلت وقلتي. في بعض آراء لناس يجب أن تحترم. مين هم بقى؟ النقابات الحوار. المهنية، حضرتك، الإعلام، الجامعة، ممثلي الاتحادات العمال، كل فئات الشعب نزل لها حضرتك. يعني وصلنا بقى وصلنا فيه وصلنا فيه إن احنا نهينا المسودة، اتسلمت لمعالي وزير الصحة، أرسلها لمجلس الوزراء أو لرئيس الوزراء، شافها المستشار العجاتي، وفي نفس الوقت لازم تروح لوزارة المالية. وزارة المالية في حاليا يعني في الوقت اللي احنا موجودين فيه بتعمل الدراسة المالية مع بيت خبرة. هذا البيت خبرة اللي احنا كنا جبناه سنة 2007-2008، عمل دراسة اكتوارية سنة 2007-2008 لأن كان هيطبق القانون، وكانت اتعملت دراسة بيسموها استرشادية في السويس في ذلك الوقت يعني. ولما قامت الثورة ما تمتش ديت. ده كان سنة كام معلش؟ الدراسة طبقت سنة 2009 بالظبط، لكن كانت معمولة ان 2007-2008 وطبقت 2009. وقتها قالوا التكلفة هتبقى قد ايه؟ لان طبعا شوف كام سنة عدت. لا الوقت كان مختلف، احنا كنا بنتكلم في حوالي 40 مليار. دلوقتي احنا بنتكلم في 90-100 مليار. 90-100 مليار. ايوه بالظبط، علشان حضرتك يشمل الشعب المصري كله. فالدراسة اللي بتتعمل دي بتقول ايه التكلفة بتاعتها، لانه الحقيقة حجر الزاوية في قانون التأمين الصحي القادم اللي هو ممكن هيبقى فيه الإصلاح الصحي أو إصلاح القطاع الصحي في مصر. حجر الزاوية هو التمويل، لكن ما هياش دي المشكلة حاليا. المشكلة حاليا هو أن القانون كمسودة انتهى، جالنا التعليقات بتاعت المستشار عجاتي، معالي الوزير استدعانا وعملنا اجتماع وشفنا المقترحات وصلحنا في بعض، وده وارد حضرتك أنه لازم يحصل. غيرته في إيه؟ لا هو يمكن كانت لجنة القانون اللي هي اللجنة وضع القانون كانت قالت ان الهيئات الثلاثة، لان هم احنا حاليا هيئة التأمين الصحي الحالية بتقدم كل حاجة. يعني هي اللي بتقدم الخدمة، هي اللي بتراقبها، هي اللي بتقيمها، هي اللي بتكافئ او تعاقب، وده حضرتك لا يعني ده مش كويس خالص، وهي اللي بتديرها، وده ما ينفعش يعني. ففي مبدأ اسمه فصل الخدمة عن التمويل، انه اللي بيقدم الخدمة مش هو اللي يمولها، مش هو اللي يديرها، اشخاص محاكم في نفسه. ايوه بالظبط كده. فالقانون كان فيه ثلاث هيئات ولا زال. كان فيه هيئه الرعايه الطبيه اللي هي بيندرج تحتها المستشفيات والعيادات التي تقدم الخدمه. طيب. خاص عام بقى حكومي ايا كان هو ايه. وفي الهيئه الاساسيه اللي هي هيئه التمويل والاداره. دي الهيئه اللي هتدير النظام وهتتعاقد مع الهيئه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي هيئه الرعايه الطبيه. ثم الهيئه الثالثه اللي هي هيئه مهمه جدا واللي هي هيئه الرقابه والاعتماد والجوده.
كده مش هيبقى فيه هيئه تامين او تامين صحي يعني، اللي هي هيئه تمويل والاداره اللي هي هيئه التمويل والاداره دي هتبقى دي التامين الصحي، هيئه التامين الصحي للاجتماعي الشهري، هيتغير الاسم يعني. والهيئه الثالثه ايه بقى يا دكتور؟ اللي هي هيئه الرقابه والاعتماد والجوده. دي بقى هيتم انشائها لسه واستحداثها. ما هو كل ده موجود، بس حضرتك هيدخل بقى تحت هياكل مختلفة. يعني دي إدارات موجودة مثلا في التأمين الصحي، موجود في التأمين الصحي، موجود في الوزارة، موجود في كل القطاعات دي. حضرتك بقى هيعاد تشكيل هذه الأمور وإعادة هيكلتها وإنشاء هذه الهيئات بمقرها بأماكنها باستغلال الأماكن اللي موجودة حاليا، علشان حضرتك ما يحصلش نوع من أنواع الإهدار في المال العام، لأنه إحنا عندنا منشآت يجب إن إحنا نستخدم. ما فيش اشكاليه في الثلاث هيئات يعني، دول مكملين معايا. هو كانت الاشكاليه انه اللجنه وضع قانون قالت انه الهيئه الاساسيه هي هيئه التمويل والاداره، والهيئتين التانيين يصدر بيهم قانون كل على حده. فلما راح المستشار العجاتي قال ما فيش حاجه اسمها كده، احنا يجب ان احنا نطلعهم كلهم في قانون واحد. ما ينفعش ان احنا ناخد كل حاجه في قانون. ده كان كلام تم يعني اعتباره، واللجنه وافقت عليه ورجعت. يعني دي حاجات اجرائيه بس الاعتراض. أيوة يعني ما هو ده انت عارف حضرتك بتبقى كده، بس هم بيبقوا فاهمين الناحيه الدستوريه والناحيه التشريعيه والناحيه أفضل. القانونيه افضل من اي حد تاني. ملاحظات بسيطه حضرتك اتعدلت. حاليا هي احنا كده جاهزين، عندنا بس الدراسه الماليه بتحدث حاليا، يعني بيت الخبره ده موجود حاليا في وزاره الماليه، هيتقدم بعد انتهاء الدراسه الماليه هيروح تاني لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء بقى حضرتك يبتدي يبعته لمجلس النواب. طب قول لي يا دكتور، يعني اذا كان الوضع زي ما حضرتك بتوصفه ان المبلغ المقدر يعني 100 مليار جنيه تقريبا، واحنا عندنا عجز في الموازنه العامه للدوله والوضع الاقتصادي صعب، يبقى احنا بنطلع القانون ليه؟ يعني انه بس كده يعني عملنا القانون ومش هنقدر ننفذه، ولا في رؤيه هنفذ وهدبر الفلوس دي ازاي؟ لا طبعا، هو احنا مش احنا اولا القانون ده حضرتك بيتعمل من اكتر من 10-12 سنة، فاذا كان الامر هو امر ان احنا نطلع قانون كان زمان الناس طلعت قوانين وعدلتها وغيرتها. لكن هي الفكره احنا هدفنا ايه من القانون اصلا؟ هدفنا اصلاح. واصلاح وامل واستدامه للموضوع. الدراسه الماليه حضرتك لما تتحط قدامنا احنا عارفين المفروض تيجي ازاي. ازاي بقى؟ بداية احنا لما اتحسب قد ايه من الشعب المصري غير قادر ومحدود الدخل، طلع حوالي 40% من الشعب المصري. هذه دراسة في الكاب ماس موجودة، وبالتالي ال 40% دول هتقوم وتكفلهم الدولة، تكفلهم تمام، سواء كان في الاشتراكات المساهمات، لان انت عارف حضرتك نظام التأمين الصحي في اي بلد في العالم باشتراكات هو نظام تكافلي. تكافلي لازم كل الناس تشترك فيه. الناس بتدخل بهذا النظام لازم، مش اختياري إجباري. يعني اجباري، ما ينفعش فندم اختياري. دايما الاختياري بيؤدي الى مشاكل. هقول لحضرتك حاجه بسيطه كده. قانون التامين الصحي كان على المواليد والرضع كان اختياري الاول، ما كانش قانون، كان قرار. لما كان قرار معناها انه اللي عايز الخدمه يجي يدفع الاشتراك وياخد الخدمه، فكان بيجي يدفع 4 جنيه وياخد خدمه، أول خدمة ياخدها ب 400 جنيه. مين اللي بيدفع الفرق ده؟ ما فيش حد يدفع الفرق، فبيتاخد من نظام آخر. دي بتبقى إيه أول خدمة دي بقى؟ أيا كانت، أشعة مقطعية، أشعة برانية مغناطيسي، أيا كانت الخدمة. طيب. يعني دائما الخدمة مش بتبقى على قد، النظام التكافلي معناه إن كل الناس تدفع، ومن يستحق الخدمة ومن يتقدم الخدمة بتؤدى لها. طيب هدفع قد إيه؟ ما اكمل لحضرتك الوضع ايه، ان هم 40% تقريبا الدوله هتكفله، غير قادر ده الدوله هتكفله. تمام، يتبقى بقيه الميزانيه هتيجي ازاي؟ في 1% اي موظف في الدوله هيدفع 1% من مرتبه، و3% هيدفعهم صاحب العمل. صاحب العمل ده ممكن تبقى مؤسسه، ممكن تبقى هيئه، ممكن تبقى الدوله. هنا فكرة التأمين الصحي الحالي اللي فيها بعض المشاكل، منها تعدد القوانين. يعني حضرتك أنا بقانون، ابني بقانون تاني، حفيدي بقانون تالت، الأرملة بقانون، المرأة المعيلة بقانون، كل ده هيندمج كله وهيدخل في قانون واحد. هيبقى البوابة بتاعت القصة دي طبيب الأسرة، وبالتالي هيبقى في ملف للأسرة وفي عائل للأسرة هو المسؤول عن الاشتراك لهذه الأسرة. ليه؟ لانه احنا عندنا مشكله في انه التامين دايما
لما بيجي ياخد اشتراكات بياخد اشتراكات من الناس اللي استطيع ان انا اخد منهم بصفه منتظمه ودائمه من دخلهم. في بعض الناس ما لهمش دخل. في بعض الناس بيشتغل النهارده وما بيشتغلش بكره. دول جوه عيله، جوه اسره. اذا كانوا هيتبعوا غير اللي هم محدود الدخل فبالتالي الدوله هتعولهم. اذا ما كانوش من محدود الدخل ودخلوا في دائره القادرين ففي الحاله زي دي حضرتك هيدفع الاشتراك من خلال رب الاسره او عائل الاسره. اذا البوابه بتاعت القصه دي هي ان الفرد هيتحول الى اسره. عشان اتغلب على مشكله ان انا هعرف احصرهم ازاي، هوصل لهم ازاي، فهو هيدخل تحت نطاق او في دائره الاسره نفسها. بالظبط كده. الاسره بقى العائل ده هو اللي عنده المرتب، فبالتالي هيدفع عن نفسه 1% وصاحب العمل بتاعه هيدفع 3%. الزوجه هيدفع عنها 2%. الزوجه 2%؟ ايوه. والاولاد؟ الا اذا كانت بتعمل. هتشيل هي نفسها ساعتها ولا؟ بالظبط. بالظبط، هتبقى جوه الاسره بس تشيل نفسها. يعني اسره مكونه اب ام ولاد. بالظبط. الام هنا بتعمل، هي هتعمل هي نفسها نظام لوحدها. لا هي هتدفع لنفسها وخلاص، هي داخله كده لوحدها. أول حاجة يعني هو الأب بيعمل، تمام، هيدفع 1%. وصاحب العمل هيدفع عنه 3%. لو الأم بتعمل يبقى هتدفع 1% وصاحب العمل هيدفع 3%. لو الأم لا تعمل هيدفع عنها زوجها 2%. الأولاد؟ الأولاد 0.5% عن كل ابن معال. يعني إيه معال؟ 0.5% كده يعني لسه ما وصلش السن إن هو يكون بيشتغل او اي كان. كل ابن معال الى ان بصرف عليه. إلى أن كل ابن بصرف عليه. لو في الاسره دي اب وام معالين هيدفع عن كل منهم نسبته. يعني اذا كان الاب ده على المعاش هيدفع 1%، اذا كانت الام على المعاش هتدفع 1%، اذا كانت الام ارمله يعني زوجها متوفي هتدفع 2%. حضرتك كل حاجه من دي. الولاد دول بيشتغلوا هينطبق عليهم نفس الكلام، هو 1% و3. إذا ما عمل إذا الجهة اللي بيشتغل فين ده. أيوه. لو قلنا حضرتك إحنا نظام التأمين الصحي الحالي ميزانيته 8.2 مليار. طالب المدرسة بيدفع 4 جنيه في السنة. المولود لحد سن المدرسة بيدفع 8 جنيه في السنة. هذه أرقام من سنة 92 ومن سنة 97، أرقام ضعيفة جدا 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 لا تؤدي اللي إحنا بنقوم به حاليا. فعلشان ده يتعادل حضرتك وعشان الدنيا دي تتعادل لازم الدنيا كلها تشترك. في حاجه تانية برضو حضرتك، لانه من الايرادات اللي هتبقى موجوده مساهمات المريض. يعني المريض عندما يتقدم لاداء الخدمه هو دافع اشتراك، لكن في حاجه اسمها مساهمه. مساهمه يعني ايه؟ يعني مثلا لو خد روشته، احنا اتفقنا انه المحدود الدخل حضرتك مش هيدفع حاجه، الأمراض المزمنة ما بيدفعش حاجة. ما بيدفعش حاجة في المساهمات. حتى لو موظف ليه دخل أصل مرض مزمن يا فندم يعني معناه تكلفته هتعلي، تكلفته عالية وهيبقى شهريًا. فبالتالي هو التأمين الصحي نظام تكافلي فهيغطي القصة دي. يبقى محدودي الدخل لأ، الأمراض المزمنة لأ. معفاة. معفاة. تمام. مين تاني يا فندم الفئات المعفاة ولا هم لا هو الفئتين؟ طيب معلش قبل ما تدخل في مساهمات المريض، رب الأسرة العائل بيدفع من مرتبه يعني أجر أساسي أجر متغير، يعني نسبة 1% دي بتتحسب إزاي؟ هقول لحضرتك، هو إحنا حاليا بناخدها على الأجر الأساسي وبالتالي ضعيفة جدا. في القانون الجديد الخدمة المدنية، لا أنا قصدي في خدمة مدنية مفترض هيكل الأجور ده هيتغير. هو حضرتك هنا الأجر القابل للتأمين، يعني الأجر اللي بيتاخد عليه تأمين اجتماعي. إحنا عندنا أجر أساسي وأجر دخل اللي هو مجموع اللي بياخده. احنا لا ده ولا ده. في حاجه اسمها في التامينات الاجتماعيه بيخدم على اجر التاميني، اسمه الاجر التاميني. الاجر التاميني ده اعلى من الاجر الاساسي واقل من الدخل، كانه متوسط يعني. ايوه. لا اقل من المتوسط كمان. يعني يروح ناحيه الاساسي شويه. ده اللي هيتحسب عليه نسبه 1%. 1%. طيب معلش برضو في الجهات اللي هي الواحد بيشتغل فيها، الدوله هتبقى مقدور عليها كده كده، المفترض انها لازم هتدفع المفترض كويس. لكن مصانع شركات الكلام ده كله في بيخلي العامل يعني يمضيه على ورقه حاجه زي كده، ان هو ما يبقاش مضطر انه يامن عليه ويبقى بوابه للهروب، هلزمهم ازاي؟ بص يا فندم، هو لو كان
عامل كده فهيبقى داخل الاسره اللي هيدفع عنها العائل. يعني هو لو تهرب عنه من هنا حضرتك هيجي رب الاسره هنا، الا اذا كان هو ده رب الاسره. الا اذا كان بقول هو رب الاسره شغال في شركه، اذا كان رب الاسره، اذا كان رب الاسره في مصنع مؤمن عليه اجتماعيا ولا يمكن لاي حال من الاحوال. احنا المصانع الموجوده حاليا كلها، يمكن انت حضرتك بتتكلمي على المصانع الصغيره والحاجات الصغيره مثلا، حاجات خاصه اللي بيحاول ما يامنش على العدد اللي موجود عنده. ده اذا ما امنش على العدد اللي موجود عنده، في بقى حضرتك هيتعمل نظام رقابي مع التامينات الاجتماعيه، انه ازاي المفتشين ينزلوا ويشوفوا الناس دي ويشوفوا عدد العماله ويشوفوا الريسيت بتاعه اللي هي المرتبات. علشان حضرتك هنا احنا بناخد من المنبع، فهيتعمل نظام حاكم. انت عايز نظام حاكم، نظام العلاقه بالرقابه وعدد طبعًا المفتشين وغطي طبعًا كل الكلام ده. عشان طبعا لازم يتعمل نظام، لان يا فندم بصي، اذا لم يحدث ان احنا تعاوننا جميعا في عمل نظام تامين صحي اجتماعي، لان هو اسمه كده تامين صحي اجتماعي بجد في مصر، هنقعد كتير عندنا مشاكل كتير. طب احنا وقفنا عند من مصادر التمويل مساهمات المريض نفسه. هو مش مصادر تمويل بقدر ما هي سيطره وكنترول على المصروف. طب خليني افهم ده ازاي. بقى انا على تليفون استاذ ابو زيد، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ لبنى. مساء النور، يا اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلم حضرتك. بحيي الدكتور رئيس الهيئه، وليا بس بعض الملاحظات. انا راجل فوق الـ60 وبتعالج تامين صحي. نعم. وخبرتي كلها كان قطاع خاص. تمام. فما كنا في القطاع الخاص كنا كان في رعايه صحيه كويسه. احسن علاج، احسن دكاتره، احسن مستشفيات. دلوقتي احنا ناس كبار في السن وعلى المعاشات، اما بروح العياده بتاع التامين الصحي اول حاجه سوء معامله، المعامله مش كويسه، مفيش دكاتره، بحس ان الدكاتره دول كتبه. ما شفتش دكتور معاه سماعه بيقيس ضغط. بنتعامل يعني مش عايز اقولها في اللفظ، معامله وحشه. فما يصحش بعد ما وصلنا للسن ده وخدمنا في البلد ما نلاقيش الرعايه الكويسه. قول لي يا فندم، دكتور علي حجازي بيسالك فين؟ اي مستشفى في اي مكان الكلام ده حصل مع حضرتك؟ انا بقالي 9 سنين كنت تبع عياده الجمهوريه، كانت الاول كان في مدير كويس كان اسمه الدكتور خالد. صراحه ما كانش بيقعد على المكتب. وكان في تنسيق واداره كويسه. دلوقتي لما نروح ما فيش في عجز في الصيادله. نقدم شكوى ويجي الصيادله نلاقي عجز، مش عارف الدكاتره بيعتذروا. نيجي مش عارف ايه، ما فيش اكياس. كل شويه ايه، ما فيش مره اروح في الايام المتاخره دي غير لما دمنا يتحرق. طيب نسجل. يعني اللي بيروح يتعالج لا بعد الشر عليك. حتى صرفت هو فين؟ خلاص خلاص احنا عرفنا فين. دكتور علي حجاز بيقول لك عرف هو فين المكان وتبص عليه. انا عايز ارد عليه حضرتك علشان نبقى نستوضح الامور من خلال الكلام ده. هو حضرتك شكوته اللي هي الشكوى اللي بيشتكيها معظم الناس. كل معظم الناس بيشتكوا من ايه؟ انه لما بيروح العياده عنده مشكله في العياده، انه بيلاقي رايح يشحت، بيلاقي سوء معامله، سوء معامله وحشه جدا. بيلاقي حضرتك الصيادله مش منافذ الصرف مش كتير. بيلاقي انه الاطباء بيسمعوا منه شكوته، بيكتبوا العلاج دون ان يقوموا بفحصه. كل ده احنا رصدينه. وعشان كده حضرتك احنا بنجد حلول لهذا الامر، لكن لازم نعترف ان احنا عندنا مشاكل. من اهم المشاكل اللي عندنا وده بوضوح شديد، في حاجه اسمها كادر الاطباء. احنا الاطباء بتحجم عن انها تيجي التامين الصحي. طب معلش استاذ حضرتك، عشان المساله دي محتاجين نسمعها بالتفصيل، واذا كنا عايزين نعمل قانون جديد فلازم ناهل مستشفياتنا واطبائنا ونبص على الخدمه وجودتها وراقبها وكل الكلام ده يحصل ازاي وازاي يطبق على الارض. اللي هنرجع له مره ثانيه بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية، وجدد التحية للدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي. ولسه كلامنا عن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل اللي نتمنى يكون قانون ويخرج للنور، والأهم إن احنا نكون قادرين على تنفيذه. زي ما سمعنا في المداخلة اللي فاتت، والحقيقة دكتور لو طبعا فتحنا الباب لمداخلات كتيرة هنسمع تقريبا نفس الكلام. بروح العيادة، بروح المستشفى، بلاقي الخدمة المقدمة مش قد كده، الناس بتعاملني معاملة وحشة، مفيش دواء، الأطباء يعني زي ما سمعنا تعبير كان قاسي، كتبة يعني ما بيكشفش عليا، بيكتب لي أي دواء ولو لقيت الدواء بعد كده.
أنا إزاي المشاهد دي كلها دكتور ما تكونش موجودة بعد لما أطبق القانون؟ إزاي أهيئ المستشفيات والكوادر الطبية والمداخلة اللي فاتت لما قالك أنا كنت في القطاع الخاص باخد أحسن علاج وأحسن معاملة؟ هيحصل إيه مع القانون الجديد خاصة الكلام اللي اتقال على خصخصة هتقضوا على القطاع الخاص وكل الكلام ده؟ تمام، هو حضرتك كل الملاحظات حضرتك بتقوليها كلها عليها ردود، لكن احنا خلينا نبقى واضحين. احنا عايزين نتلافى اللي موجود ده، نتلافى مشاكل اللي موجود، وعايزين الناس تحس في فرق في الخدمة. تمام. نمرة واحد، لازم يبقى في مرحلة انتقالية علشان حضرتك المستشفيات الحكومية والقطاع العام والخاص وكل المستشفيات بما فيه مستشفيات التأمين الصحي ترتقي إلى المستوى اللي تدخل فيه النظام الجديد. فده حضرتك هيئة الاعتماد والرقابة والجودة دي هتبقى شغلتها الأساسية هي إعداد هذه المستشفيات، وهذه المستشفيات هتبقى موجودة في القطاع الحكومي، يعني مثلا وزارة الصحة المستشفيات اللي موجودة فيها هتبقى موجودة فيها طبعاً. ولكن هتفضل ولا تبقى تبع التأمين بعد كده؟ لا، ما هي هتفضل فيها لغاية ما تصل إلى المرحلة اللي تدخل بيها هيئة الرعاية بتاعت التأمين الصحي الجديد. كل مستشفى هتوصل إلى يعني مش بشكل آلي كل المستشفيات اللي عندنا داخلة في النظام. ما ينفعش. أنا أشوف اللي قدر واللي كويس أدخله، اللي لسه يفضل لغاية لما هيفضل في تبعيته للي هو تبعه إلى أن يصل لده. وده هيخلق سوء ويخلق روح من المنافسة. طب إيه العائد اللي هيجي على المستشفيات دي علشان تدخل في ما هو حضرتك هيئة التمويل والإدارة هتتعاقد مع المكان ده ببرايس ليست، بفلوس. يعني أصل في مستشفيات دلوقتي يعني بتكون عازفة إنها تدخل في التأمين الصحي وتقول لك على بال ما أخد فلوسي والمديونية وحلاني. ده صحيح. ما هو الكلام ده علشان حضرتك بكلمك في 8 مليار. لكن إحنا بنتكلم في حاجة وضع تاني مختلف. وإذا كان إحنا إذا كان بنعمل حاجة علشان يستمر الوضع ده فحضرتك يبقى الكلام مش صحيح. طيب المستشفيات الجامعية داخلة؟ المستشفيات الجامعية داخلة معانا بالتعاقدات. المستشفيات الجامعية هي أصلا مستشفيات تعليمية تبع وزارة التعليم العالي. لكن هي حضرتك لها دور مهم جدا، دور تعليمي. الأساتذة اللي فيها استشاريين. حضرتك في إمكانيات طيب عندهم. طيب مستشفيات القوات المسلحة؟ مستشفيات القوات المسلحة تدخل معانا بالتعاقد. بالتعاقد. طب وافراد القوات المسلحه؟ لا، مش داخلين في المظله. مش داخلين في النظام. مش داخلين في المظله تماما. مين برضو مش داخل في المظله دي؟ هما بس. ليه؟ لان هما حضرتك لهم مستشفياتهم وليهم نظامهم وليهم دخولهم وليهم حضور. طب اللي عايز يتعالج في مستشفى تبع القوات المسلحه حضرتك ما احنا هنبقى متعاقدين معاه. صح، احنا متعاقدين معاه. وده بقى الميزه اللي في النظام الجديد، انه جزء تاني ان هو اختياري. يعني ايه بختار؟ اختياري مش في دخول النظام، اختياري في الاختار مين اروح اتعالج عنده. يعني كل حاجه قدامي متاحه وانا اشاور على المستشفى، ولا في اسامي لسته معينه هي دي اللي هيبقى فيه في الاول اسامي معينه اللي هم حضرتك اللي في اللي دخلوا في النظام اللي دخلوا في النظام. بعد احنا النظام المفروض هيتعمل من 10 12 سنه على مراحل على مستوى المحافظات كلها. فبالتالي بعد ما يدخل النظام كاملا لمصر حضرتك هيبقى الحرية الاختيار دي، يعني في الأول الاختيار هيبقى محدود بين 2 و3، بعد كده 4 و5، إلى أن يكون هناك في مطلق الاختيار. طيب طبيعة الأمراض بقى اللي يعني نقدر نتعامل معاها في النظام والأدوية كمان، يعني في أدوية بتبقى خارج الحسبة. يقول لك دي مستوردة، دي غالية، ما أقدرش أتحملها، يعني حسبتوها إزاي؟ لا، هو حضرتك الأدوية اللي بتبقى خارج الليستة مش إنها بس مستوردة أو غالية. ممكن تبقى أدوية بحثية. يعني أدوية لم يثبت انها لها جدوى او لم يثبت وخدت بس ده ممكن يكون انا ما روح انت دور عليه، انا مش لازم اوفره لك. لا، هو بص حضرتك اي دواء في التامين الصحي، انا يمكن سمعت حضرتك وحضرتك بتقولي روح دور على الدواء. اذا ما كان هناك نقص في دواء ما في مصر كلها هيبقى نقص في مصر كلها. يعني احنا عندنا مثلا مشكله مع ايوه، تبقى مهمه بقى المريض ولا مهمه المستشفى والنظام هو اللي لا مهمه المستشفى والنظام هو اللي يجيبه، مفيش حاجه اسمها ده في النظام الجديد بقى. في النظام الجديد وفي الزام بده، حتى الصيدليات الاهليه هتتعاقد معانا برضه بنظام يعني معايير معينه لازم يتعاقدوا بيها. يعني كل الصيدليات في مصر مفترض هتتعاقد معاكم في النظام، لان هو حضرتك اللي مش هيدخل النظام كل المرضى هيتعالجوا عن طريق التامين الصحي. مفيش مجال لحاجه ثانيه. هيبقى المجال ايه بس؟ يعني هيشتغلوا ازاي ومع مين؟ بالظبط كده. طيب الامراض. الامراض طبعا حضرتك قريتي الماده 18 او قلتي الماده 18 اول ما دخلتي الحلقه وقلتي انه يكفل. فاحنا حضرتك مش هيبقى فيه مرض مش داخل النظام.
مش هيبقى فيه مرض مش داخل النظام، لكن ربما يكون فيه علاج مش داخل النظام. ايه العلاج اللي مش داخل النظام؟ اللي هو زي ما قلت لحضرتك، دواء بحثي، دواء لم يثبت فعاليته، دواء لم ياخذ الاعتماد الذي يحقق له التواجد داخل مصر. طيب بس في امراض بعينها دكتور وعمليات بتكون تكلفتها عاليه جدا، بنسمع عن التصلب العصبي، زراعه القوقعه والكلام ده كله، والحاجات اللي هي الدقيقه وتركيب دعامات، ساعتها النظام هيشيل الموضوع ولا المواطن بيتحمل جزء من التكلفه؟ خليني اقول لحضرتك النظام حاليا شايل الموضوع. ناخدها واحده واحده. لو حضرتك جيتي على القوقعه، القوقعه النظام شايلها. اللي بيحصل قوائم الانتظار، لا خلاص مفيش قوائم انتظار. اللي بيحصل ان هو بيختار مكان، المكان بيعملها بسعر اكتر. كل الاطفال، كل المحتاجين قوقعه في مصر، حضراتكم عملتوا لهم العمليات احنا وزارة؟ احنا اللي بنعمله. اي انتوا اللي بتعملوها، بس مش عملتوا لكل اللي محتاجينها. ما هو بص يا فندم، هو احنا السن المحدد له عمل القوقعه عشان يستفيد من القوقعه هو 5 سنوات. بعد كده حضرتك ما بيستفدش. خلينا نبقى واضحين، كل المرضى اللي لهم دول حضرتك، احنا كان الاول عندنا قوائم انتظار شديده جدا. دلوقتي اصبحنا تعاقدنا مع كل الاماكن اللي بتقدم هذه الخدمه، بجانب ان احنا حطينا في مستشفياتين عندنا تقديم هذه الخدمه. يا دكتور الصوره مش ورديه قوي كده، ده في يعني مجتمع مدني وتبرعات وناس بتلم علشان الاطفال دول يتعمل لهم عمليات القوقعه، يعني التامين الصحي مش متكفل ومش قادر يعمل لكل يعني يستحقوا العمليه. طيب اوضح لحضرتك. اتفضل. التامين الصحي هو اللي عامل العمليات، وحضرتك الكلام ده سجلي عليا. هو المسؤول عن عمل العمليات كلها لكل الاطفال دون سن 5 سنوات. اللي بيحصل يا فندم انه بعض الاماكن بتطلب، احنا بندفع 90,000 جنيه. بعض الاماكن بتطلب من العيان، هي تكلفه 100,000 جنيه ولا كام؟ لا هي 90,000 جنيه. طيب تدفعوا بالكام المفتاح؟ بيطلبوا ايوه يا فندم، احنا كنا بندفع الاول 45,000. لما لقينا العيانين بنديهم الجواب وبندفع الشيك ب 45,000 جنيه، بيدوروا على ال 45,000 الثانيه، فبيقعدوا يتسولوا يمين وشمال الى ان يصل بيهم الحال ان هم يعدوا السن، فبالتالي يجي يروح يعمل العمليه، يلاقوا العمليه مش هيستفيدوا، فما يستفيدوش. رحنا احنا رافعين السقف بتاع ال 45 الى 90,000. لما حركنا ال 90,000، بعض الاماكن حركت بعد ال 90,000 تاني. المستشفيات يعني؟ المستشفيات يا فندم راحت مغليه. مغليه يا فندم. النهارده القطاع الخاص حضرتك لما يعمل العمليه ب 120,000 او 130,000، والولد عايز يعملها في الحته دي، بيبتدي الجمعيات الخيريه تبتدي تكمل له بقيه ال 90,000. حضرتك الطفل ده دافع في التامين الصحي 4 جنيه. حضرتك بياخد زراعه قوقعه فقط. مش الابحاث ولا الفحوصات اللي قبل القوقعه ولا اللي بعدها. فده فيما يخص القوقعه. فيما يخص المرض الاعصاب المتناثر او الام اس، احنا حضرتك كنا بنشترك الاول ب 1000 جنيه من 4,800، وبعدين 2000، وبعدين 3، وبعدين بنغطي النهارده الدواء اللي هو البيتا انترفيرون بالكامل بالكامل. في دواء راح طالع جديد. الدواء الجديد ب 15,000 جنيه. تفاهمنا مع الشركه نزلناه ل 50% واحنا بنساهم بحوالي 75%. المرض الثالث اللي هو الدعامات. الدعامات حضرتك كانت في مصر ولا زالت فيها مشكله، احنا حضرتك دخلناها من سنه 2015 لحد دلوقتي عاملين اكتر من 10,000 حاله مجانا. بالكامل الدعامات الدوائية مجانا. طيب مع القانون الجديد كل ده برضه هيبقى النظام والدولة تدفعه وتتكفل بيه، ولا مساهمات المريض اللي وقفنا عندها هتكون يعني؟ أيوة. لا هنا مفيش مساهمات للمريض. هنا حضرتك هتتكفل بيه في الناس اللي احنا عملنا معاها تعاقد على الرقم ده. في أماكن أخرى هنعمل معاهم تعاقد لأنه مستواهم الفندقي ومستواهم يعني في التمريض والاخره اعلى شويه. يعني مستشفيات اللي هي الخمس نجوم والست نجوم، ده حضرتك لما حاجه يتعاقد معاه مش هقدر اتعاقد معاه بالسعر اللي هو بيقدم بيه. انتوا مستهدفين النظام ده يتم تطبيقه 12 سنه، من 10 ل 12 سنه. وعلى كم مرحله؟ على 6 مراحل. اول مرحله تبقى فين؟ اول مرحله السويس، 5 محافظات، السويس، الاسماعيليه، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء. طب ايه خصوصيه يعني ليه اخترت المحافظات دي تحديدا؟ هو حضرتك احنا الاختيار ده كان عدد السكان قليل من من الاسماء كده. اختيار الاولاني وزاره الماليه طبعا حضرتك علشان تقدر تغطيه. والنظام لما حضرتك يبتدي هيبتدي يتحرك يعني. اول ما نشوف التجربه دي ماشيه ازاي في الخمس محافظات دول، وبعدين البنيه الاساسيه بتاعت الخمس محافظات، 3 منهم حضرتك فيهم بنيه اساسيه قويه جدا من ناحيه المستشفيات يعني وناحيه كده، واثنين محتاجين اهتمام اكتر. فاحنا حضرتك واخدين 2 محتاجين اهتمام مع 3 فيهم بنيه اساسيه، نقدر نرفع ويخشوا مع بعض ويبقى في نوع من انواع المنافسه.
سؤال أخير وأنا هكرر اللي قلته لحضرتك وقت الفاصل. قلت لك إذا كانت أمريكا بجلالة قدرها بتحاول وما قدرتش وما عرفتش تطبق النظام ده أو نظام تأمين صحي شامل عندها، إحنا هنقدر دراسات الشغل اللي أنتوا عاملينه نقدر نعمل ده؟ بس فندم هو يعني هو القانون ده قانون حلم الحقيقة وأمل، وأي حلم في الدنيا هو جنين الواقع. خلينا مش بتكلم كلام تعبيرات، لكن ليه لأ ما ننجحش؟ ليه لأ؟ ليه لأ ما نحاولش كلنا نتكاتف، لأن هو النظام بتاعنا نتكاتف علشان نقدر نعمله. وبعدين حضرتك احنا هنتنينا متأخرين لغاية امتى؟ يجب ان احنا نبتدي، دخلنا على 20 سنة اهو خلاص. تقريبا من 2000 صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني اتمنى السنة دي يخرج للنور ويبقى فيه آلية حقيقية للتنفيذ وللتمويل ونشوف بالفعل يعني الصحة او المنظومة المقدمة للمواطن في مجال الرعاية الصحية تكون يعني أدمية، مش هقول أكتر من كده. شكرا جزيلا دكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة رئيس هيئة التأمين الصحي، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم على المتابعة، وبكرة يوم جديد في الحياة. اليوم بكرة هيكون مع حضرتكم زميلي العزيز تامر، وأنا أرجع وأشوفكم إن شاء الله على يوم السبت الجاي. أشوفكم على كل خير.